مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. الموضوع اللي غادي نشوفوا الان كيهم المغاربه بشكل كبير والعالم العربي اذا صح التعبير كذلك. مشاهدينا الكرام، معايا الاستاذ سعدون، اللي عدد كبير من المغاربه ومن العالم تبعوا القصه ديالو مع الابن ديالو، الابن ديالو الافراج عما قريب غادي يكون في ارض الوطن الى بغى الله عز وجل، امر يثلج الصدر. نعلم جيدا كيف ما كان الوضع، سوف نناقش الموضوع بشكل انساني واجتماعي. ابراهيم هذا الاب ديالو والاسره ديالو، كيفاش عانوا في المرحله العصيبه اللي كان فيها ابراهيم. نحن مقبلين ان شاء الله انه ابراهيم غادي يشوف العائله ديالو، غيكون بالاحضان ديال الاسره ديالو، غنشوف حيثيه القضيه من الاول. وكذلك هذا الخبر صار، تبعوا معايا سي سعدون الا كان ممكن. العياء والتعب وانت تعاني وانا انا 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 قريب ليك وتنحس بك بشكل كبير. المغاربه كلهم بغي يعرفوا حيثيه الموضوع بدقه من الاول حتى لهذا الخبر اللي كلشي كينتظر. تفضل. بارك الله فيك، اشكركم جزيل الشكر للعمل الذي قمتم به، لانكم انتم جزءا من هذا الحل السعيد. في الاول اقول بان ابراهيم ذهب للدراسه وقد تربى ان تربيه سليمه كما تلاحظون الكلام من كلامه. كنت اجنبه الشارع، لكن عندما ذهب الى هناك كان طالبا نجيبا، وأحس بأنني مسؤول عن الخصاص بالنسبة لتجارب الشارع. عندما ذهب هناك وخرج إلى الشارع بدون مؤطر كان ما كان، وأنصح الآباء كذلك الذين يحبونني كثيرا وتتبعوا ملفي أن لا يمهلوا يعني بالتوافق أبنائهم عن التعرف على الشارع والخروج لقضاء المآرب الإدارية، يعني مزدوجين لا يتركونه وحيدا قصد الإفلات من قبضة الذئاب وقبضة الذين يتلاعبون ببراءة الشبان. ذهب إلى هناك في سنة 2021، في السنة الماضية قبل ظهور الحرب. عندهم قانون لمن أراد أن يمر بين الفينة والأخرى في تكنات الجندية، وهو لم يخبرني باختيار المارينس بأوكرانيا، لم يخبرني بذلك لأنني أنا عندي خلفيات عسكرية. كنت سأنصح نصيحة بالتي أحسن، لأنه طفل نجيب ويجب أن تقنعه، وقناعته صعبة جدا. هذا العقد كان بجيبه وأتم دراسته. بعد نشوب الحرب قصفت روسيا معاهد البحث، وخصوصا معاهد البحث الفضائي ومعاهد الدفع، يعني معاهد الصواريخ. كان واحد شوية ديال الشوماج، ما الناس ما كيقراوش، شي كيخرج شي كيدخل الهروب. هذاك الفترة اللي كانت، ولو أننا طلبنا منه أن يدخل إلى المغرب وكان الأمر مستعصيا لأن هناك تدخلات من المعهد، كان تم ما تم. و يعني هنا دخل مرحلة أخرى، هي مرحلة أنه يدور ويلف أثناء الأجوبة وأثناء الاتصال. انقطع الاتصال في رمضان، قبل رمضان بقليل، وكنت أحس إحساس الآباء وأمه كذلك كانت تحس، تقول أن ابني وقعت له هذا، وكنت بين قوسين أطمئنها وأنني اتصلت به وكذا لكي أطمئنها، لأنها هشة جدا في مثلا في تحدي كل شيء ممكن أن يمس بالابن. في أواخر شهر رمضان أخبرت بأنه تم إلقاء القبض عليه، خصوصا بعد نشر الخبر، لأن ثقل وزن شاب مثل إبراهيم ذكي جدا، وبحكم دراسته وكذلك اللغات التي يتقنها، ويتقن 6 لغات يتقنها جيدا، الروسية يتقنها جيدا والإنجليزية يتقنها جيدا، أما الفرنسية تعرفون كل المغاربة يتكلمونها.
هنا اكتشفوا أن هناك شيئا ما، هناك شخصا ما غير عادي بين الجنود الأوكران يعني، وأخطأوا في اتخاذ هذا القرار. بعد لذلك قاموا بنشر الخبر على عجل، لأنه يعني بغي يقولوا بأن بحال كيف كداروا الأمريكيين، بأن احنا رشدينا واحد العربي واحد عادي واحد هذا، بغي يلبسوه لباس مثلا ك بحال الداعشيين وهذا، زربوا باش خرجوه للصحافة وخرجوا الخبر أولا. وعندنا الحمد لله العائلات في روسيا والأصدقاء وأخبروني بذلك، وكنت أترجم الأخبار. تعثرت كثيرا وفكرت، ثم فكرت لأن لا أخبر الأم، لكن مع الأسف عندما الأخبار تخرج خروجا جماعيا صعقت الأم وانهارت ومرضت نفسيا، بينما بقيت أنا صبورا لتحدي هذه الأزمة ولتدبير هذه الأزمة، لأنه عملت كذلك في تدبير الأزمات. كنت أؤمن بالواقع أن هناك شاب ابنك بمنطقة لا تعترف بها المملكة المغربية سياسيا، وهي منطقة دانيتسك. كنت أمام أمر واقع، أن دولة بعيدة ليس بها معها اتصالات مباشرة، وليس هناك حتى من يمكن أن يفيدنا من المغاربة، لأن الكل خرج من أوكرانيا. هناك بدأت أوجه اتجاها واحدا، هو الدولة الحاضنة. الدولة الحاضنة هي روسيا. حاولت أتصل في الأول، لكن كان الجواب هو أن تلك هي دولة مستقلة وليس علينا، ليس لنا عليها أي يعني أي حكم أو أي تدخل. والحمد لله بدأت أفهم كيف يدور الملف. بعد ذلك كان بمنطقة دانيتسك مقبوضا عليه، وسبق وقام مكتب التحريات الروسي باستجوابه، وتوصلت بفيديو يوثق هذه القضية، ومما يثبت أن روسيا هي التي استجوبت. بالنسبة للارتزاق، اتهموه بالارتزاق، لكن هو عنده كونترا، عنده عقد مع الجيش الأوكراني، ويتلقى الأوامر من الجيش الأوكراني وتحت العلم الأوكراني، ما لا يتلقى الأمر كالمرتزقة. يعني رئيسه المباشر هو وزير الدفاع الأوكراني، وبالتالي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. هناك أسئلة كيفية التعامل مع هذه الأشياء الجديدة. تسائل نفسك اختيار الطريق، كيفية العمل، من هم الأشخاص اللي يمكن تدق على الأبواب ديالهم باش يفيدوك. وفعلا الحمد لله كانت الأمور جيدة جدا. بعد ذلك قامت المحكمة بدانيتسك، محكمة عسكرية. هذه المحكمة هذه هي اللي حكمت عليه بالإعدام، هو والإنجليزيين اللي كانوا معاه، وبعد ذلك استنف الحكم ثم أعيد ليحكم كذلك عليه بالإعدام. حكم عليه بالإعدام. هنا بعدها خرجت أنا من لمنابركم بالرباط، ووجهت رسالة إلى روسيا بأنها هي الدولة المسؤولة على الابن، لأنها هي الدولة الحاضنة، وهي الدولة التي تسلح، وهي الدولة التي تدافع عن تلك المنطقة، وبأن الابن ليس مرتزقا، وهناك عقد، والدولة وأوكرانيا معترف بها دوليا أن من ضمن قوانينها هو القانون العقود مع الأجانب. الحمد لله. كانت ثانيا وجهت النداء بأن ابني صحته متدهورة جدا. هذا النداء هذا تم استقباله بروسيا، وروسيا اتخذت قرار بأنها تدوزوا عن الطباء، ودارت فحوصات ودارت فحوصات، زولاته وحيداته من السجن القديم، دارته مع سجناء آخرين، وتبدلت الأمور.
الصحة ديالو تزادت ولا مزيان الحمد لله على حسب الاتصالات مع المحامية. فعلا فعلا قاموا ب يعني بأخذه بعين الاعتبار، وفي الصور التي تلت ذلك تبين أنه صحته أصبحت تتحسن. بالنسبة لي كنت متتبعا لبعض الخطوط العمل، دائما خطوط العمل مع روسيا، والحمد لله كانت الأبواب السياسيين والدولة الروسية تعمل بجد ووراء الأضواء، ما كانتش الصحافة كتعرف باش الأمور تمشي، لأن كاين معارضة وكاين برلمان ودوما وهذا. الحمد لله كانت الأمور غادية بسلاسة إلى أن صاحب الجلالة الله ينصره عرف بأن هناك ملف لذاك الشاب، وهناك وخذ الملف على عاتقه ومع ولي العهد الأمير سيدي محمد مولاي الحسن، بارك الله فيهم، خذوا هذا الملف هذا، والملف بقى غادي. أنا كنت غادي موازي العمل اللي كنت، لأنه عنده تا هو الحمد لله واحد المخرج، ولكن من بعد عرفت بأن هناك عمل موازي بسرعة دخل هذا العمل. عرفت من بعد أن كذلك صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان أطال الله في عمره، ما هم دخلوا كذلك على الخط، تصارع الأمر. هناك أردوغان كذلك في شق آخر، في شق مساجن سجناء آخرين، سجناء أزوف، وتسرعت الأمور الحمد لله، وبدأت يعني الوتيرة تتسارع نحو الحل، إلى أن رأينا إبراهيم يستقبل من طرف السلطات المملكة العربية السعودية، وفرحنا بهذا كثيرا وتتبعناه الحمد لله حتى وصل. الكل فرح، الكل زغاريت وهذا، وراك عرفتي احنا المغاربة، واللهم لك الحمد، إبراهيم دابا بين أيدي أمينة في بلده الثاني المملكة العربية السعودية مشكورة في بلد الحرمين الشريفين، وإن شاء الله بعد إتمام المراحل الطبية اللي كيمر بها دابا، الاكتشاف الطبية والمراحل الإدارية، إن شاء الله غادي نستقبلوا حنا كعائلة، والإخوان الصحفيين كذلك راه ما نساوش خيرهم، والمواطنين إن شاء الله نعلمكم إن شاء الله باليوم إن شاء الله ديال القدوم إلى المغرب، ويكون عندنا عرس إن شاء الله في المغرب، وعرس المواطنين كانوا سباقين في إنجاز هذا النجاح الحمد لله بما كانوا في يقوموا بهم في تدخلات قنواتكم وفي المغرب وخارج المغرب، وخصوصا كذلك مغاربة العالم، مشكورين. سؤال واحد اللي عندي معك استاذي، هو اخر اتصال ديالك من بعد الافراج ديالو، كيفاش تكلم معك؟ شنو هو السر اللي قال ابن ديالك ابراهيم للاب؟ وهو ما يمكنش يتكلم، هو كتوم، ابراهيم شويه ساكت، ما يقدرش يتكلم في مكان انا ما كاينش حداه، ما يطيقش. ما كانش اتصال بينك وبينه يعني؟ لا، كنت تكلم على الكلام ديالو معك مباشره. نعم، عبر الهاتف. نعم، مباشره كانت التحيه، وقلت لي على سلامتك، وانا كنشوف لقدام، كنشوف اللور درتي، ولا على سلامتك، كيف دايره الامور؟ الحمد لله دازت الرحله مزيان. انت دابا راك في المملكه العربيه السعوديه، راك بين ايادي امين الحمد لله، مهلين فيك. قال لك راه مهلين فيها بزاف كاع، وخذوا بعين الاعتبار انه عربي وكيتكلم بالانجليزيه ويتكلم هذا، وكيشوفوا كيفاش داير، وعجبهم الحمد لله الامراء اللي كانوا تما. والحمد لله، وقلت له راه ماماك تسلم عليك، ومن بعد كان اتصال بالعائله. نفس السؤال على الام، احساس ديالها مسكينه بالولد ديالها. لم تجد ما تعنقه الا الهاتف، بدات تعنق الهاتف، وهذا مؤثر لنا ومؤثر للنساء اكثر، لان النساء عندهم اولاد وكيعرفوا هذا الشيء هذا. والحمد لله فرحنا جميعا، وكل المواطنين المغاربه الحمد لله. هنيئا لك والله العظيم، انا فرحت لك والله العظيم. بارك الله فيك. هنيئا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، استاذ سعدون رجل ديال الصحافه بطبيعه الحال متمكن، سمعتوا الكلام ديالو، عطانا القصه من الاول، وكنقولوا له هنيئا، وحتى في ضمن الموضوع الشكر الجزيل، يعني يعجز اللسان الكلام في هذه اللحظات. كنتمنوا الشفاء العاجل لجلالة الملك، مشكور بشكل كبير، والأسرة العلوية كلها، وكذلك
مسؤولين ورؤساء دول اللي ساهموا في هذا الإنجاز التاريخي من أجل أن إبراهيم يكون بين الأحضان ديال والديه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الموضوع وسوف نوافيكم دائما بالجديد. الفرح يعم في المغاربة، في المغرب وخارج المغرب، والكل كذلك ينتظر رؤية إبراهيم بين أحضان والديه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.